ماما ماما اقعدي اريد اتريق ماما. ها ابني انت جوعان؟ اي انا جوعان سوينا ريوق. اي هسه ابني هسه اسوي لك. يلا هاي ابني صمون، انا احاول القى شغل هالايام حتى اجيب لك لحم وخليك تاكل لحم. شو اسوي؟ بس صمون ماكو غير شيء، والله مليت من الصمون. ايش اسوي يا ابني؟ هو هذا الصمون الموجود، شو اسوي؟ هسه بركي القى شغل وحتى اجيب فلوس واشتري لحم واشتري فواكه، بس هسه ما عندي يا ابني. افتحوا الباب. منو؟ هلا وجاري، شلونك؟ هلا وراني، شلونك؟ زين الحمد لله. اقول لك انت لقيتي شغل لو بعدك؟ لا ما جاي القى شغل، دورت بس ما لقيت. اها زين، العداني لقيت لك شغل. اي بقصر الملك محتاجين خدامه. يا اوكي، تنظفين القصر وتسوون الحديقه. ما يخالف موافقه. تعتنين اوكي؟ ما يخالف، وانا موافقه. اوكي اذا انت جاهزه امشي، خلي تباشرين بالدوام. يلا ما يخالف. يلا امشي. يلا ليه، انا محتاجه، كلش محتاجه الفلوس هسه. يلا هسه احنا وصلنا بعيد، ذاك هو القصر. دق الباب وقولي لهم اني محتاجه شغل. اوكي ما يخالف. يلا روحي لهم. اشكرك يلا. اشكرك انا كلش اشكرك. يلا باي باي. يلا مع السلامه. باي باي. اوه شو هالمكان، الله ابو على الورد، شنو هالقصر، بتحلو هذا القصر. خدوك عليهم الباب، افتح الباب. منو؟ سيد الملك. نعم. مرحبا سيد الملك. اهلا، انا سمعت انتم تحتاجون خادمه، فانا اجيت على مود هذا الشغل. اها انت الخادمه اللي طلبناها تشتغل بالقصر. اي نعم، في اي اني. اوكي تعال تفضل، فوتي. شكرا. مثل ما تشوفين هذا القصر كله تكون مهمتك تنظفيه وتعتنين بالحديقة الخارجية. نعم ما يخالف. اوكي، وراح انطيك واحد دايموند باليوم. واحد دايموند؟ نعم. زين ايش قد اشتغل يعني، كم ساعة؟ تشتغلين من الصبح لليل. وبس واحد دايموند؟ نعم. بس واحد دايموند قليل. هو هذا الراتب، اذا يعجبك شغلي، ما يعجبك لا تشتغلي. يلا اوكي انا موافقة. اوكي اوكي اذا موافقة من باكر الصبح تبدين تشتغلين. اوكي ما يخالف، يلا اوكي موافقة. اوف، ولو هو الراتب قليل يعطيني بس واحد دايموند، قصر كله دايموند وذهب وكل هذا الشغل اشتغله من الصبح لليل، يعطيني بس دايموند واحد؟ اوف يلا خل اشتغل، شو اسوي حتى لو دايموند. اي واخيرا وصلت، اليوم راح اشتغل واحصل دايموند حتى لو واحد. شو اسوي؟ اجمع، احاول اجمع، ورا حتى اقدر اشتري لابني خطيه لحم، اكل، كل شيء اقدر اشتري له. ادق عليهم الباب، افتح الباب. منو؟ انا الخادمه. انت جيتي؟ مرحبا يا سيد الملك. اهلا. انا جيت حتى اشتغل مثل ما اتفقنا البارحه. اوكي يلا فوتي، راح انطيك سفنجة تنظفين البيت وتعتنين بالحديقه. ما يخالف. يلا اوكي. هذه الاسفنجة نظفي بيها. اوكي ما يخالف. اوكي خلي امسح الجام قبل كل شيء. نظف. اوف يا ربي والله تعبت، هذا القصر ايش كبره، كله اشتغل من الصبح لليل على مود دايموند واحد. اوف خلي اروح الملك احكي وياه. سيد الملك. نعم. سيد الملك انا نعم. حاليا هسه خلصت وكملت كل شيء، فراح اروح للبيت هسه اني. يعني هسه خلصت الشغل؟ اي خلصت السيد الملك. اوكي خلصت. اوكي العاد اريد من عندك تسوي لي كيكه وتجيبي لي مي. بس انا هسه خلص وقت الشغل مالتي، يعني شلون؟ شنو؟ خلص وقت الشغل، صارت الدنيا ليل، بس انا اشتغلت هوايه من الصبح لليل وكلش تعبت، يعني ما يصير باكر اسوي الكيكه يعني الا اليوم. غصبا ما عليك تسوي كيكه، هذا واجبك، واذا ما عجبك الشغل يلا امشي طلع برا، يلا امشي. سيد الملك ليش تطردني؟ سيد الملك مو انت تعرف تعبت واشتغلت من الصبح لليل، زين اعطيني دايموند، انت مو عجتني بدايموند. يلا اريد من عندك كيكه وتجيبي المي حتى اعطيك الدايموند. يلا ما يخاف راح اسوي لك. اوف يا رب، هذا ليش هيك الملك؟ ليش هيك يظالمني؟ ليش؟ بدل ما يقول لي انت تعبت اليوم واشتغلت من الصبح لليل غير يعطيني فلوس. اوف يلا خل اسوي لك كيكه حتى اروح لابني الحق. سيد الملك نعم. هاي الكيكة سويت لك اياها، هاي الكيكة وهذا بطل المي. تعال خذي هذا الدايموند مالتج. يلا اوكي اعطيني.
إيه هاي أشكرك، عفوا. شكرا سيدي الملك، شكرا، يلا باشا تجي من صبح من وقت. ما يخالف ما يخالف، يلا مع السلامة. مع السلامة. هلا ابني شلونك؟ هلا ماما شلونك؟ تأخرت عليك أنا مو صحيح؟ اي تأخرتي، سويتي؟ غرت تشتغل يا ابني، شو اسوي لعد؟ اوكي ماما جبتي لي اكل؟ عندي صمونة ما قدرت هسه، تعرف صارت الدنيا ليل فما لحق، هاك ابني هاي صمونة. اوكي كلش جوعان. اي هاي ابني هاي، اكل يلا، هاي الك، انا شو اسوي راح ابقى جوعانة الى ان باكر يجي الصبح وراح اشتري من المحل. ايوه اخيرا وصلت للمطعم. خلي اقول اعطيني لحم. مرحبا. اهلا. اريد لحم، بش اللحم عندكم؟ لحم بثلاثة دايموند. هل بثلاثة دايموند؟ ايه. زين شنو اقدر اشتري بدايموند واحد؟ تقدرين تشترين صمون بواحد دايموند. اوكي يلا اعطيني صمون. اوكي خذي هياد. هاك هذا الدايموند، اوكي شكرا. عفوا. اوف هم صمون خطيه يا ابني، مل من الصمون، يريد ياكل لحم ياكل فواكه، بس شو اسوي هذا الملك؟ انا اليوم لازم احكي ويا الملك، لازم اقول له يا ملك هذا الدايموند ما قاعد يكفيني، ملكي زيدني، خلي اشوف احكي وياه واحاول. افتح الباب افتح الباب. مرحبا يا ملك. اهلا. جيتي على شغلك؟ اي جيت على الشغل. يلا هات شاي اسبريسو. بس قبل لا اشتغل ممكن احكيكم موضوع سيد الملك؟ شنو؟ يعني تعطيني دايموند كلش قليل الدايموند، زين يعني تعرف اني عندي ابني خطيه صغير وما جاي يكفي، يا دوب اشتري صمونه، زين ما يصير على الاقل تعطيني يا دايموند. هو هذا الراتب بس واحد دايموند، يعجبك يعجبك، ما يعجبك يلا يلا امشي طلع برا، يلا امشي. لا 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 سيد الملك لا. يلا امشي. هذا شو ملك ظالم؟ شو ملك ظالم هسه الله ينتقم منك هسه شوف عطيه ابني راح ارجع له بدون كرش ما عندي بس صمونه وهو جوعان يلا شو اسوي؟ اسوي بركي القى غير شغل يا رب ساعدني يا رب. هجوم هجموا علينا قاتلوهم. انتصر الملك بالمعركة لكن تعرض إلى جروح خطيرة فنادى على الخادمة حتى تجي هي تهتم بي. وانا سيد الملك. قالوا متصوب. سيد الملك. اهلا اهلا. قالوا متصوب وانت تحتاج مساعدتي. نعم. فاجيت اساعدك اني. نعم هجموا على القرية دافعت قاتلتهم وتصوبت. فاني راح اساعدك سيد الملك وش تريد اني حاضرة. شكرا 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 لك. زين انت راح تساعديني انا ما عندي احد يساعدني هنا. يلا اوكي انا راح اساعده حتى لو هو ما كان يساعدني. شو علي يعني بي؟ أنا راح أساعده وأصير زينة مالي دخل بي، حطيه لأنه هو حالته كلش تعبانة ومريض فيه يحتاج مساعدة، خلي أساعده. اليوم الجو شكد حلو، خلينا نطفي الجام، يصير كله نظيف حتى أخلص من وقت اليوم الشغل. صباح الخير يا خادمة. هلا صباح الخير يا سيد الملك، شلون صرت تزين؟ الحمد لله صرت زين. الحمد لله هم زين. أنا كلش أشكرك وخجلان من عندك لأن أنت الوحيدة اللي ساعدتيني وقفتي وياي. هذا واجبي. تمرضت. هذا واجبي سيد الملك هذا واجبي. ولهذا اليوم راح أنطيك راتبك. أي. واليوم راح يكون راتبك 10 دايموند. صدق؟ 10 دايموند راح تعطيني؟ إي 10 دايموند راح أنطيك. لأن أنت تستاهلين. أشكرك، شكراً. أنا كلش فرحانة. أشكرك سيد الملك أشكرك. لا هذا استحقاقك وأنتي تستحقين حتى أكثر بعد من هذا. أنا كلش فرحانة. واليوم راح أعطيك إجازة. أي؟ وتقدرين باكر تداومين من الصبح أوكي؟ شكرا شكرا يا سيد الملك. عفوا. شكرا يعني هسه أروح؟ نعم تقدري تروحين. يلا مع السلامة راح أروح. مع السلامة. شكد حلو. وأخيرا طوني دايموند يعني هسه كلش راح أقدر أشتري لابني، أشتري لحم، أشتري تفاح، أشتري لك كيك، كلش راح أقدر أشتري. إي وأخيرا الملك اعطاني 10 دايموند وقدرت أسوق لابني، خطي هسه أكيد يفرح. ابني ابني شوف شو سوقت لك. هلا ماما. شوف جبت لك دجاج
وجبت لك ستيك لحم، وجبت لك كيك، وجبت لك تفاح. يلا اكل اكل ابني اكل. شكرا. اعطاني الملك 10 دايموند وقدرت كل شيء اجيب لك. الحمد لله والشكر على كل شيء. شوف قدرت كل شيء اجيب لك يا ابني. واو شكرا ماما شكرا. ولهنا حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسون تشتركون بالقناة وتحطون لايك. طبعا راح أحط لكم بالوصف رابط قناة مستر جيجي. طبعا الأغلبية يسأل قال ليش مستر جيجي ما قاعد يرفع فيديوهات، فخلنا نسأل مستر جيجي ليش ما قاعد ترفع بالقناة. لا ضربي. انتظروا إن شاء الله على الأيام الجاية راح أبدأ أرفع فيديوهات وأفلام حلوة راح نكون بها أنا ورانيا سوا، ونلتقيكم بالفيديو الجاي. مع السلامة. مع السلامة.